وتيوقف معنا وكيوصل الصوت ديالنا حنا كجمعيات المجتمع المدني في مدينه مكناس. معكم بودخان احمد رئيس جمعيه الصداقه للمصارعه الممثله والجرابلينغ كومبا. اليوم جينا الوقفه الاحتجاجيه الثالثه اللي كتصب في الضرر اللي حنا كنمروا به من ديال الازمه، يعني من بعد ما تسدوا البيبان ان ديال المسؤولين التواصل معهم بالدرجه الاولى رئيس جماعه مكناس على الدعم اللي هو تخصص لينا في 2018 و2019، يعني ما تعطاناش وحنا داروا يعني وقع واحد التهميش واحد الاقصاء، رغم ان الدعم فهو حق دستوري وحق يعني تيعطينا صاحب الجلاله والدستور ديالنا باش كما تنقولوا نتحركوا به كجمعويين وكفاعلين جمعويين. الا اننا كنتفاجئوا ان الدعم ديالنا ديال 2018 2019 تيقول لك انه مشى في الجائحه ديال كورونا، وباننا حنايا خصنا نكونوا وطنيين في هذه الجائحه هذه، وجينا اليوم كنعبروا بان فعلا حنا رحنا جمعيات مجتمع مدني وطنيين، والدليل هو اننا حنايا ما تبعناش الدعم ديالنا ديال 2020، فحنا الدعم ديالنا من هذا المنبر هذا تنساهموا به في هذه الجائحه هذه وراء صاحب الجلاله نصره الله اللي كان هو السباق في هذا الدعم هذا. ولكن حنا المسؤولين ما بقاوش يتواصلوا معنا على اساس اننا كنطالبوا بهذا الحق هذا، فهما كيطراو معنا ما عرفتش واش كيستحمرونا حنا كفاعلين جمعويين او كيبغيو يمارسوا علينا الضغط والابتزاز، لان خاصو يقول لك رئيس الجماعه ان الدعم شاف في 2020 في كورونا. فحنا كنقول لهم من هذا المنبر هذا حنا ما كنطالبوش بالدعم ديال 2020، حنا كنساهموا في 2020 وتنساهموا حتى في 2021 في سبيل اننا حنا جنود مجندون وراء صاحب الجلاله في هذه البلاد هذه، وكنطالبوا بالدعم ديالنا اللي هو داز بالدوره وصادق عليه المجلس، والميزانيه ديالو كانت كاينه في 2019 وبدا تيتماطل علينا على اساس انه باش يقاد واحد الملفات ديال بعض الجمعيات يقاد لهم الميزانيه ديالهم والدعم ديالهم، الا انه كنتفاجئوا في 2020 ان الدعم ما بقاش. فانا من هذا المنبر هذا كنوجه النداء ديالي للناس المسؤولين من السيد رئيس الجامعه الى السيد وزير الداخليه من هذا المنبر هذا انه باش يشوف من حال هذه الجمعيات هذه اللي هي كتضحي 2017 2018 2019 واليوم 2020. حنا ما غاديش نقولوا 2020 لان حنا 2020 ساهمنا، حنا كنساهموا بها من عندنا، حنا كنساهموا بالدعم ديال 2020. وكنرد على الاستاذه خوجه اللي هي خرجت بواحد التصريح في الاذاعه على اساس ان حنا خصنا نكونوا وطنيين وخصنا هذه، فانا كنقول لها من هذا المنبر حنا وطنيين 100%، والدليل هو اننا حنا ما تبعنا لكمش الدعم ديالنا ديال 2020. شكرا للمنبر الاعلامي وسط الناس. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الحليم غالي رئيس جمعيه غادي الثقافه والتنميه. حنا اليوم نتواجد يعني في امام مؤسسه الوسيط من اجل يعني دفع متماس للتدخل من اجل صرف منح مستحقه لجمعيات المجتمع المدني التي تطالب بها والتي كذلك تعود لموسم 2019 والتي لم يتوصل بها لحد اليوم المجتمع المدني. كما تتعرفوا ان جمعيه المجتمع المدني فانها التزمت يعني بدفتر تحملات مع الجماعه المحليه، دفتر تحملات اللي شمل واحد مجموعه من الاجراءات واحد الالتزامات اللي طبقها المجتمع المدني، بالتالي لم يتوصل بالمنح المستحقه اللي كان خصو يحضر في 2019 بلا دابا في سنه 2020. كذلك المجتمع المدني فهو كاين مغالطات اللي تتقول بان الظرفيه ما تسمحش بهذه، ولكن المجتمع المدني اليوم يعني راه يمثل الوطنيه ديالو وضحى من جيبو ودار واحد المجموعه من الاشياء يعني في اطار الحمله هذه وفي الحملات التاسيسيه، وقام يعني بتوزيع يعني بعض المواد الغذائيه لغير ذلك من ماله الخاص بمجهوده الخاص. هذا لا يعني لا يضرب يعني في المساله الوطنيه. المجتمع المدني اليوم يطالب فقط ميزانيه اللي خرجت له وما توصلش بها. حنا نرفع السؤال اليوم الى سيد الجماعه، علاش هذا التاخر يعني في صرف المنح، وفوقاش غادي تصرفوا لنا المنح ديال المجتمع المدني؟ وشكرا لكم.